أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعلق بباب الكعبة كما يفعل الحجاج والمعتمرون؟ وهل ثبت عنه أنه تعلق بأسهل الكعبة ودعا؟ لا أعلم شيء من هذا، إلا أنه في غزوة الفتح لما اجتمعت قريش في المسجد الحرام وقف ووضع يده على باب الكعبة وخطب عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتعلق لأجل العبادة أو لأجل الدعاء، أنا لا أعرف شيئا من هذا. نعم.